بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أولا وقبل كل شيء السيد بوزفران عمر رئيس أكاديمية أولمبيك بالعباس والأعضاء اللي داروا فيها ثقة وعينوني على رأس مديرية تقنية تاع أكاديمية. سطرنا برنامج مع المدربين ودرنا اجتماع قبل انطلاق في العمل قبل التنصيب تاعك قبل هذيك وتفاهمنا على برنامج وان شاء الله غادي نجسدوه على ارضيه الميدان. نظن استطعنا نقولوا باللي راك متفائل العام الجاي ان شاء الله بفريق كبير باذن الله. باذن الله بالمساعده تاع مدربين شنيتي عثمان مكي مرابط صايم عمر حمزه كاع المدربين نتعاونوا. الشيخ فتحي هو ما يختلفش، هو تقني كما قال لك عنده خبره في مجال التدريب، شغل في شحال فرق، سبق له وشرف على فرق على فئه تاع 17 سنه تاع شباب سيدي ابراهيم اللي طلع معاهم حتى اللي رجعوا اكابر، والسنة الموسم هذا راه يشغل في اولمبيك بوخانيفيس ينشط في الجهوي الاول. احنا فيما يخص التنصيب تاعه احنا شرفنا، هو اطار في الرياضه وهذا شيء اضافه كما نقول ايجابيه للفريق، يعرف البرمجه تاع الحصص، التنسيق بين المدربين، وفيما يخص التواجد تاعه زعما رانا نشوفوا هناك بادره تاع تنظيم.